في برنامج الجدعان ريل استيت. من حوالي 6 سنين بدأ حلم كل مصري يتحقق، طرق ومحاور وكباري وقطار سريع ومونوريل، وكلها قلبت مصر وخلت اللي في آخر الدنيا قريب. الصحراء بشرايين الحياة الجديدة اخضرت، والمدن الجديدة بتتعمر، والعاصمة الجديدة بقت في قلب القاهرة. ومعاكم رحلتنا بتلف مصر عشان نقدم الجدعان في السوق العقاري، وكمان نعرفكم كل تفاصيل الطرق والمحاور الجديدة اللي تنفذ كل متر فيها بعبقرية عشان حياتنا تبقى أسهل وتستوعب كل احتياجاتنا لمئة سنة جاية. هنساعد حضراتكم عشان تختاروا أسهل وأقصر طريق لأي مكان رايحينه. في حلقات الجدعان ريل استيت هتعرفوا كل حاجة عن شبكة الطرق الجديدة في مصر. استنونا في الجدعان ريل استيت الأحد من كل أسبوع الساعة 7 مساء على القاهرة والناس 2.